وخلال الاحتفالية قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن هيئة قناة السويس تستهدف تأكيد الريادة العالمية. كما أشاد الفريق ربيع بقرار الرئيس السيسي بإطلاق مشروع قناة السويس الجديدة والذي يعد هدية مصر للعالم. تستهدف هيئة قناة السويس من خلال استراتيجية 2023 تأكيد الريادة المطلقة لقناة السويس إقليميا ودوليا، حيث يمر بها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، فضلا عن كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري والرصيد الاستراتيجي الداعم للاقتصاد الوطني وجهود التنمية، الأمر الذي يعكس عمق الرؤية الاقتصادية التي كانت وراء قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع قناة السويس الجديدة، وهو المشروع العملاق الذي فتح لنا آفاق نسعى للمضي قدما فيها. ولعل مؤشرات عبور السفن والحملات والإيرادات المالية المتحققة هو خير شاهد على النقلة النوعية التي تحققت في قناة السويس بعد تنفيذ القناة الجديدة، والتي يتواكب احتفالنا اليوم معها بمرور 6 سنوات على افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، إنها بحق هدية مصر للعالم.